السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى أتواصل مع رواد قناة محمد رشيد في إطار سلسلة التنمية الذاتية، وكذلك في جو نفحات رمضان المبارك الكريم. موضوع اليوم إن شاء الله هو سنتحدث فيه عن كيف نعرف أننا في الطريق السوي أو الطريق المستقيم. أول حاجة يجب أن نتفق على أن مسألة طريق صحيح أو طريق النجاح أو الطريق القويم هو مسألة نسبية، يعني ترتبط بكل شخص. فهذه المسألة يجب أن نؤكد عليها حتى لا نصدر واحد تصور ربما قد يكون بعيد عن الواقع أو الهدف من هذا الفيديو. الهدف ديالي هو أننا بعد هذا الفيديو إن شاء الله نحاول الجميع، كل من يتتبع معي هذه الحلقة، أن يجيب على السؤال هل هو يسير في الطريق الصحيح. فأول ما أريد أن نعرفه بالنسبة لنا هو ما هو الطريق الصحيح لنا أو لي شخصيا، ما هو الطريق الصحيح الذي سوف يؤدي إلى بر الأمان، إلى تحقيق أهدافي، إلى يعني الإحساس بتحقيق الذات. كما نعلم هناك هرم ماسلو الذي يحدد حاجيات الإنسان، ومن أهم الحاجيات للإنسان طبعا هناك الحاجيات الأساسية، الحاجيات البيولوجية والفيزيولوجية، النوم والأكل والصحة وإلى آخره، ولكن هناك حاجيات أخرى في أعلى الهرم هي حاجيات تحقيق الذات. فالهدف من هذا التحليل ديال هذا النهار هو أن نقف على أن إلى أي حد نحن في الطريق الصحيح، وما هي الإجراءات أو التدابير البسيطة التي يمكننا أن نشرع فيها أو نبدأ فيها من أجل أن نحقق هذا النمو. اطلاعي على مجموعة من يعني الأبحاث في هذا المجال أريد أن أقتسمها مع الإخوان الكرام والأخوات الكريمات، وكذلك أشكر جميع من ينضم إلينا، مجموعة الإخوان والأخوات ينضمون إلينا ككم ديزابوني القناة باش يحصلوا على هذا الفيديو في الأول، يعني لي برومي بو كي سوا لي برومي افوار لي فيديو اللي غادي نقتسمهم إن شاء الله. فالمسألة الأساسية هي أن نحدد معايير الطريق السوي أو الطريق الصحيح أو طريق النجاح لكل منا. إذن فلنسجل جميعا ماذا يعني لنا الطريق القويم. الطريق القويم كما قلت هو نسبي، يرتبط بكل شخص، ما يمكنش نقول واحد الطريق اللي ممكن الجميع يسلكه، لأن كل شخص عنده مسار ديالو، عنده عيش ديالو، عنده دي فيلتر كولتوريل ديالو، عنده طموحات ديالو، عنده قدرات ومقدرات عطاها له الله. فإذا من 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 الظلم أننا نعمم هذه المعايير على الجميع، ولكن الأمور التي يجب أن نأخذها بمرونة نتحدث عنها إن شاء الله في هذا الفيديو. الطريق الصحيح كما قلت هو نسبي لكل شخص، ولا بد أن نتحلى بالمرونة الكافية من أجل أن نحدده بدقة من دواخل أنفس من الأنفس ديالنا، ونجيب على المعايير التي سأسردها. أول معيار هو يجب أن نستمع لذواتنا، يعني نجلسوا مع ذواتنا. غالبا ما كنجلسوا مع ناس بزاف وكنهضروا معهم، مع أولادنا، مع أصدقائنا، مع زملائنا، ولكن النفس ديالنا، إنني نفسك عليك حق. فنفسك يخصك تجالسها وتحاول تشوف ماذا هي، يعني ماذا تريد هذه النفس. كالطفل، الطفل ما نسأله بأسئلة بسيطة ماذا يريد حتى نرضيه. فنحاول مع النفس ديالنا نتعامل معها برفق من أجل أن نحدد الطريق الذي سوف نسلكه لكي نصل إلى بر الأمان. أولا نستمع لذواتنا كما قلت، هل تتفاعل مع المشروع ديال حياتنا اللي تنعيشه، مع التفاصيل دياله؟ فنتحمس أحيانا ونتدمر أحيانا أخرى، ونشعر أحيانا بدوافع ضعيفة، دوافع قوية، وأحيانا نشعر بدوافع قوية أو الدوافع تختلف حسب الأشخاص. فالذي يجعلنا نكبر ونتطور، المشروع أو الخطوات في الحياة اللي كتجعلنا نتطوره وكتجعلنا نكبره وتجعلنا نتقدمه، هي الطريق السوي، هي الطريق الصحيح اللي قصدته. فمثلا من بين الأمور التي قد
يعني تختلط على بعضنا هو مسألة الاضطراب أو القلق أو الصعوبات التي قد يواجهها الإنسان. فربما قد يخطئ من يعتقد أن الطريق السوي صحيح هو مفروش بالورود، هذه مسألة غير مطلوبة. فكما نعرف بأن في التوراة في يعني في الدين أن الجنة حفت بالمكاره وأن جهنم حفت بالشهوات وباليسر. فإذا لا ينبغي هذا الخطأ الذي يجب أن لا نرتكبه، أن نعتقد أن كل ما كان هناك طريق فيه صعوبة وفيه ستريس قلق فإنها الطريق ماشي صحيح أو ماشي سوي. هذه مسألة مغلوطة 100%. ثم كذلك هناك نوع من الفرح يختلجنا ونحن نمشي في الطريق السوي، فالأحاسيس التي تنتابنا هي مهمة. داك الشيء باش قلت نجلسوا مع عدواتنا ونراقبوها. فإذا كنتي في واحد المشروع في حياتك غادي فيه جوانب مرتبطة بالعمل، جوانب مرتبطة بالأسرة، جوانب مرتبطة يعني بالعلاقات الشخصية والأصدقاء والعلاقات العامة، إلا كنا حاسين أننا غادي في هذا الطريق وهناك إحساس بالقلق يعني الغير مبالغ فيه، وكذلك إحساس بالفرح أو النشوة حينما ننجز إنجاز ما، فأعتقد أن هذه من مواصفات الطريق الصحيح. وأنا أترك الجميع بعد هذا الفيديو أن يقف ويحدد في إطار المشروع الذي يشتغل عليه إلى أي حد هو يمشي في هذا الطريق صحيح. من بين العلامات أو المعايير المهمة أنك في الطريق الصحيح أو طريق النجاح هو الدواء، هو المبادرة، يعني روح المبادرة. هو أن الطريق الصحيح هو الطريق اللي كيخليك تاخذ واحد المبادرة، الانيسياتيف، يعني ليسبري دينيسياتيف يميز بطريقة يعني مهمة مسألة سلوك الطريق الصحيح. فهذا الطريق يدفعك إلى أخذ المبادرات ويجعلك كذلك تجدد الأفكار ديالك وتنميها وتطورها. إذا طريق التطور وطريق أنك تكبر أو تزداد علما ومعرفة ومهارة وتزداد سلوكا يعني قويما، هذا الطريق هو الطريق الصحيح بالنسبة لك وبالنسبة لي أختي أخي الكريم. من بين الأمور التي تختلط كذلك هو نربط أحيانا الطريق الصحيح هو بالمداخل المالية. لا شك أن المال هو عصب الحياة وأنه مهم في أي مشروع في حياتنا، سواء كنا موظفين أو مقاولين مستثمرين أو كنا طلبة باحثين عندنا أهداف لتحقيق واحدة يعني المؤهل علمي معين. فمسألة أنك تربط النجاح أو سلوك الطريق النجاح الطريق السوي بالمسألة المادية فقط هو مسألة يعني غير صحيحة، لأن بريق المال أو المداخل ليس هو الهدف آخر المطاف. القيمة ديال العمل هي أكبر بكثير من القيمة ديال المال والمداخل. فالمداخل المالية الأكبر لا تعني أننا على الطريق الصحيح. الطريق الصحيح في اعتقادي وكما أريد أن أقتسمه مع الإخوان والأخوات هو الطريق الذي يجعلنا أكثر تشبتا وأكثر انطلاقا من القيم ديالنا، القيم التي نعيش عليها في ثقافتنا وفي تربيتنا وفي تنشئتنا. هذه القيم حينما تكون قيم يعني مرعية وقيم يعني ننطلق منها، قيم الصدق، قيم العمل، قيم التعاون، قيم الإحسان للآخرين، قيم الانفتاح، قيم الاقتسام، قيم يعني التفكير في الآخر، قيم التضامن، هذه كلها قيم إذا كنا نعيش في طريق ونستشعر أننا نتمسك بها ونزداد تمسكا وانطلاقا منها فلا شك أنه هو الطريق الصحيح. الأهم هو أننا في هذه المرحلة مطالبين بحسن تأويل الإشارات. أحيانا يكون الإنسان في واحد الطريق وكتجي بعض الإشكاليات في طريقه فيؤول هذوك الإشارات أو يرصد بعد لسينيو كيكون واحد لسينيو واحد الإشارات أو الرسائل أو الرؤى أو النصائح أو بعض الأشخاص اللي كيوقفوا في الطريق ديالك تعتقد أنك لست على الطريق الصحيح. فيجب أن نجتهد في عدم التأويل الخاطئ لهذه الإشارات التي قد تصدنا عن مواصلة درب النجاح والطريق الصحيح. كما قلت النجاح والطريق السوي محفوف بالمكاره ومحفوف بالصعوبات وفيه نوع من القلق، ولكن فيه نوع من الفرح والنشوة والإحساس بتحقيق الذات كلما أنجزنا إنجازا ما. فهذه مسألة أساسية. فإذا يجب في آخر هذا الفيديو
حينما نقف على أننا في الطريق الصحيح الذي نكبر فيه ونتطور فيه ونشعر أن الجسم ديالنا والروح ديالنا منخرطة فيه، يجب أن لا نكثر السؤال أو نشكك في هل نحن في الطريق الصحيح أو لا، لأن بعض الأحيان نكون نحن السبب في توقفنا عن تحقيق الأهداف ديالنا في السير قدما في هذا الطريق الصحيح. إذن عمليا أطلب من الجميع أن نحدد ورقة الطريق لكي نبدأ بخطوات بسيطة أو خطوات يعني أو تدابير بسيطة تمكننا من مواصلة الدرب في الطريق الصحيح أو اختيار الطريق الصحيح، وهذا كله سيسهم لا شك في التنمية الذاتية ديالك وديال المحيط القريب منك والأسرة القريبة منك. طبعا نحن نسترشد كما قلت في نفحات وأجواء رمضان المبارك، يعني نسترشد بأوامر الله سبحانه وتعالى وكذلك بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بالسير ديال البيت الأطهار وكذلك بالصحابة الذين يعني كانوا قدوة بالنسبة للمسلمين، طبعا المعلم ديالهم والمربي ديالهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فنرى كيف أنهم حققوا السعادة والنجاح في الدارين الدنيا والآخرة. فأدعو نفسي وأدعو الجميع أننا يعني نكون عمليين بوضع مجموعة من الخطوات تختلف حسب السن، حسب الفئة العمرية، حسب الفترة ديال واش نحن في فترة بالنسبة للطلبة الباحثين مثلا، بالنسبة للمقبلين على يعني مراحل التوظيف، بالنسبة للموظف أو بالنسبة للمستثمر، يعني كلما كان الإحساس ديالك بالفرح وبالانخراط الكلي في الطريق ديالك وتشعر أنك يوما عن يوم تكبر، يعني تدير واحد التقييم الحصيلة ديال الإنجازات ديالك وتجد أنك تتقدم وتجد أن علاقتك تتطور وشبكة ديال التواصل ديالك والعلاقات ديالك العامة تكبر وكذلك البريستيج أو المكانة ديالك في المجتمع تتطور، فاعلم أنك في الطريق الصحيح ولا تسمح لأي أحد مهما كان أن يوقفك في هذا الصدد. إذن هذا هو اللي بغيت نقتسمه اليوم، أشكركم جزيل الشكر وأتمنى إن شاء الله أن نراكم في حلقة مقبلة. مرة أخرى أطلب من الجميع التفاعل سواء بلايك ولا بديسلايك أو بأمتي كومنتر واحد تعليق بسيط، وأقترح كذلك على الإخوان أو الأخوات إلى عندهم شي موضوع يعتقدون أنه أهم مهم في التنمية الذاتية، فأنا مستعد أننا نتعاونوا ونبحثوا فيه ونهيئه باش يبقى دائما التواصل بيننا. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله.